بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. جمعة مباركة على الجميع. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سيزون، موسم لبرنامج، لفكرة، لبداية، لأسلوب، لحياة جديدة. بالتحديد النهاردة يوم الجمعة 25 يونيو 2021، تبدأ أولى حلقات برنامج بيقولك. بيقولك هو اسم برنامجنا، بيقولك بقت هي مصدر المعلومة، وفي برنامجنا احنا اللي هنقولك الحقيقة فين، ومع بعض نرفع شعار ما تسمحش لحد يقولك، عشان احنا اللي هنقولك. معايا زميلتي جهاد في الاستوديو، اهلا بيك يا استاذه جهاد. اهلا بيك يا شكري. طبعا بحييك على المقدمه الهايله دي، اوجهت بشكل جميل فعلا. كلنا عندنا الشخص اللي في حياتنا اللي بيجي يقول ده بيقول لك كذا، واحنا بنبقى نفسنا نعرف مين اللي بيقول لنا ده، او مين اللي بيقول لمصر كلها. برنامجنا قايم على كل الاخبار اللي بتحصل حوالينا. هل هنتكلم معاكم في موضوع واحد بس؟ لا، باذن الله هنتكلم معاكم في كل المواضيع، في كل جوانب حياتنا، يعني باختصار حياتنا بكل تفاصيلها. هنعرف اصل الحكايه وبدات منين. بس الاول تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع تاني، فضلا انتظروا. ورجعنا لكم تاني في برنامج بيقولك. ومعقوله برنامج حلقات بيقولك احنا اللي هنقولك؟ الصناعه هي الحل الوحيد، واكيد بتلاقي اللي يقولك البلد. لكن دايما الامل موجود، ومعانا شاب نموذج غير المقوله دي بالفعل والعمل. معانا ومعاكم الشاب صاحب العلامه التجاريه توربيدو لصناعه الاجهزه المنزليه، الاستاذ محمد بسام محمد عبد العزيز. اهلا بيك يا استاذ بسام. اهلا بيك حضرتك. الاخبار منورنا يا استاذ بسام. ولعل اول سؤال بيخطر على ذهننا دلوقتي وعلى ذهن المشاهد، ان ازاي حضرتك في السن الصغير ده ورغم المشاكل الاقتصادية والصناعية اللي بتمر بيها البلد، قدرت انك تكون صاحب علامة تجارية زي توربيدو، خصوصا في وقت يعني معظم الشباب فيه بيصابوا باليأس وبالإحباط؟ فعايزين نعرف من حضرتك. هو ده بتبدأ بالحلم، يعني انت تكون بتحلم، اللي انت عايز حاجة هتوصل لها اكيد هتوصل لها. مفيش حاجة بتيجي من غير حلم. انت شاب عندك طموح، عندك إرادة ان انت هتعمل حاجة هتوصل لها بأمر الله يعني. بالنسبة للمشروع اللي انا عملته، فده انا كنت بحلم دايما ان انا ابقى رجل اعمال زي اي حد بيحلم. دايما اشوف ان انا كنت شغال في شركه صغيره او شركه كبيره او حد، ان انا كنت دايما لازم اتعلم منه حاجه باسلوب الكلام، باسلوب الطريقه، الاحترام اللي بيتكلم بيه عشان يجذب الناس اللي تحترمه، عشان لما توصل لحاجه معينه يبقى انت عارفين الانسان محترم. ما تبقاش متغير الفكر لنفسه ان انا يكون وصلت المرحله وانا اسلوبي مش كويس. لا، لازم احترامي هو اللي هيوصلني، ان الناس تقف جنبي وتساعدني، ان انا الاقي حد لما يكون انا محتاج حاجه واطلبها منه ما ياخرش عني. فده في حد ذاته نجاح بالنسبه لي. اكيد. فانا بنيت في ده الحمد لله، يعني الحمد لله، وبديت بيه. مشروع توربيدو مشروع كان صعب في البدايه طبعا، وكان مش سهل جدا، بس الفكره اللي انا عملتها ان انا شغال في المجال نفسه، فانا مش عايز ابقى شغال مع زي ما انا او حاجه، لا، لازم ابقى صاحب كيان، صاحب حاجه محترمه، صاحب حاجه لها اسم، لها وضعها في السوق. فبالفعل انا عملت ده، عملت ليا اسم في السوق كبسام اشتغل بيه. تمام. وحضرتك كنت بتشوف النماذج اللي قبل كده وتاخد منها الحاجه الكويسه، الحاجه المفيده. مفيده. طبعا انا ما كنت اقعد في قعده او في اجتماع اعمل اشوف ده لو بيتكلم باسلوب كويس ازاي اتكلم بطريقه زيه، او بطريقته محبوبه بالنسبه للناس واسلوبه يوصله بارتياح، ان انا اقعد مع شخص يبقى مرتاح فانا بتكلم معاه. فده في حد ذاته نجاح بالنسبه لي. فكنت دايما اخد الحاجات دي واشتغل عليها، لان طبعا ما فيش حد طلع متعلم، كلنا بنتعلم من بعض، من الاخرين، زي الاستاذ بيعلم التلميذ، التلميذ ممكن يطلع متفوق عن الاستاذ بتاعه. صحيح. بالظبط. يعني الاستاذ بيفضل استاذ، لكن التلميذ قدامه يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع رجل اعمال، يطلع طيار، يطلع ضابط. ففي مجالات كتيره في الفتره دي انت ممكن توصل لها. توصل لها ازاي؟ بالهدف اللي انت عايز توصل له او تنجح بيه. الهدف، التخطيط، هم دول النجاح. هم دول النجاح. بالظبط. طب يا استاذ بسام، اللي بالسلبيات اللي اثرت في مرحله التطوير الانتاجي، يعني واحنا بنبتدي كده اكيد في سلبيات واجهتنا. ايه السلبيات؟ في سلبيات كتير طبعا بتحصل، بس اي مشروع في البدايه فيه سلبيات اكتر من الايجابيات.
انت منتج جديد هيقابلك سلبيات، لسه في التسويق، لسه في الانتاج، في حاجه انت لسه ما عندكش الخبره الكامله اللي انت تصنع الحاجه بمستوى عالي شويه، لان دي كلها ليها تجهيزات وليها امكانيات معينه. امكانيات لازم يكون مصنع مساحته كويسه، لازم يكون في فنيين كويسين، لازم يكون في جوده، لازم كل ده. واهم حاجه اليد العامله، يعني اليد العامله دي اهم حاجه في الموضوع. اليد العامله عندنا الحمد لله يعني كويسه، بس لازم يبقى فيها تركيز شويه من احدى الاشخاص، الجوده بالذات، اللي يكون عنده ضمير يطلع المنتج بشكل كويس وبتاع ان انت تعتمد عليه. تمام. وده في حد ذاته احنا لقيناه عندنا الحمد لله وشغالين عليه. الناحيه الثانيه ان انت بتشتغل على حاجه لازم يكون في استنباطه كويسه، لازم يكون في تجهيزات، فدي اللي قابلتني طبعا لحد الان الحمد لله بعدي منها. اللي هي لازم ان انا اعمل تصنيع كامل عندي في مصنعي، لازم يبقى عندي التجهيزات كلها. اللي هي الورشه بتاعه التجهيزات، الاستنباط، الخراطه، المصانع، التنيات، كل ده. يعني كان اول خطوه من خطوات النجاح اليد العامله اللي هو الفنيين، كان الاختيار كان كويس. تمام. والتسهيلات، التسهيلات دي ما فيش تسهيلات الحمد لله لحد دلوقتي. لا لا بلاش تسهيلات دلوقتي، يعني خلي التسهيلات دي في اخر الموضوع. تمام. هو احنا انا دلوقتي بادئ بحد ذاتي الحمد لله يعني. لكن بحد ذاتي اللي انا في مبادرات او تسهيلات او اي منح من الدوله او الكلام ده انا لسه ما خدتوش. وقدمت عليه كتير بصراحه، فهم لهم شروط تعجيزيه شويه. لا نخلي الموضوع ده بعدين يعني في اخر الحلقه خالص. يعني هو ده كله اصل الموضوع. انا عشان ابتدي كشاب، او انا انت شايفني في حاجه بقدر اوصل او بعمل كشاب، تبتدي ازاي؟ انا كشاب دلوقتي ابتدي ازاي عشان اوصل لرجل الاعمال؟ بس انا نصيحه للشباب اللي عايزين يبداوا في نفس المجال، انت عشان تكون شاب لازم يكون عندك، هتتعب كتير. تمام. هو مش هتطلع السعي، حتى لو معاك فلوس مش هتقدر تعمل حاجه وانت ما عندكش الخبره. الخبره بتيجي منين؟ من العمل. لازم انا اعمل، لو عندي خبره 5 سنين 10 سنين في المجال ده او تعبت من حد ذاتها، فلازم ان انا اشتغل عليها. انا فهمت المجال ده كويس جدا. فلما انا هشتغل فيه هنجح فيه. لكن انت معاك فلوس وما اشتغلتش في المجال، عمرك ما هتنجح فيه. هتعتمد على موظف واثنين وثلاثه، مش هيعمل لك حاجه. بالظبط. نفترض الموظف ده بوظ لك المنتج، هتعمل معاه ايه؟ هتمشيه. طب عمال ما تجيب البديل، كل انت حالك وقف وسمعتك مش كويسه في السوق. صح. فلا انا عندي، عشان انا خبرتي كويسه في المجال، فبقدر اغطي كل اللي بيحصل ده. هو عامه ما فيش حد بيبدا مره واحده. يعني هو بيبدا، كل واحد بيبدا من الاول وبعد كده بيلاقي صعوبات وبعد كده بيوصل للنجاح زي ما حضرتك وصلت. اكيد ما حدش بيوصل مره واحده، حتى لو امكانياته تسمح، فلازم يبقى قضاله فتره جامده ان هو ياخد وقت المجال، او ياخد وقت ان هو يوصل منتجه يبقى مسمع في السوق. صحيح. كمحلي او استيراد او تصدير، لازم، هي مفيش حاجه بتطلع مره واحده. فلازم المستهلك نفسه هو اللي يقول المنتج ده كويس، الشركه دي كويسه. حتى لو فيها اي مشاكل، خدمه ما بعد البيع هي اللي بتغطي ده. لما يكون العميل حصل مشكله عنده وزعلان جدا او في حاجه بتاع، واتصل والمشكله اتحلت، فهيقول لك شركه كويسه. لكن غير ان هي شركه كبيره وخدمه العملاء ما بعد البيع ما بتردش او ما راحتش للعميل، فده في حد ذاته بوظ المنتج، حتى لو هو منتج كويس جدا. اكيد. اه طبعا. طيب يبقى احنا كده عشان نبدا السعي. صحيح. وعشان تسعى توصل للخبره. تمام. ده كده اول حاجه. تاني حاجه بقى، تاني حاجه خلصنا اول بونت، تاني بونت للشباب يعني عشان امشي بالتدريج، فاهم؟ الشباب احنا عندنا بصراحه الواحد بيقابل ناس كتير، او انا كان في مجالاتي ناس كتير، مناديب او الكلام ده، هو عايز اخر الشهر يقبض المرتب وخلاص، ما عندوش طموح. ما عندوش ان هو يفتح داتا كويسه، ما عندوش ان هو يصل لمكان كويس، لا ما عندوش الكلام ده. صح. ده كان من احد زملاء كتير معايا. لما كنت انا في احد الشركات، لازم كله ليك رؤيه، انت رؤيتك ايه؟ لو انت دخلت الامتحان وذاكرت طالع حاسس ان انت، انا عاوز انجح بس مش عارف انجح ازاي، انت حاسس ان انت حالك كويس، طالع ان انت حاسس ان انت هتنجح. ده بالفعل. انا كان دايما عندي غيره نفس من اصدقاء، لو انا لقيت حد في التارجت بتاع معديني انا كنت ببقى متضايق. ودي دي صفه، دي انا فعلا كنت ببقى متضايق. في تنافس في الموضوع، انا عاوز ده، انا عاوز لا لا المنافسه دي اهم حاجه. يعني انا كنت دايما احب ان انا اكون في الاول. تمام. ده حقيقي. انا حتى هم كانوا يلاحظوا عليا، ودايما كنت انا اللي اعمل، انا فعلا بكون متفوق من ده. ما ممكن يبقى في مدير او مشرف معديني ما فيش مشكله، لكن في الصف اللي انا فيه لا. انا عاوز اثبت انا متضايق. انا كنت ما بعدهاش دي، ودي حاجه كويسه، دي بتوصل للنجاح بالفعل. فمن ناحيه السعي انا ما كنتش بقعد، اخر عادي ما فيش مشكله، بلف كتير ما فيش مشكله. دي نقطه ثالثه، اكتسب خبرات من الناس، اقعد مع التجار كصداقه بقى مش شغل وخلاص، لا اخده كصديق ونقعد. ده في حد ذاته اللي هو اللي بينجحني. هو بيشتغل عشان بسام،
هو مش هيشتغل على المنتج دلوقتي معلش عشان توربيدو او الكلام ده، لا هو بيشتغل في الاول عشان بسام. اشتغل على النقطه دي هيقدر يبيع المنتج. هو وصل له امتى بقى اللي هو توربيدو تخش اي معرض بالنجاح المنتج نفسه وبالتسويق وبالسمعه الكويسه، يبدا بعد كده التاجر نفسه هو اللي يطلب المنتج زي ما حصل في الفتره دي الحمد لله. هو بقينا دلوقتي احنا عندنا المرحله دي ان التجار او الزبون يخش انا عايز توربيدو زي ما بيحصل كده. يعني كان في لا عندي بصراحه انا ملاحظ ان توربيدو بقت انا كان في عندي وصلت مندوب في احدى في احدى المعارض فقعد بيتفق مع تاجر على شغل ولسه ما اشتغلش معانا. فدخل الزبون قال انا عايز بوتاجاز توربيدو، هو نفسه ما كانش مصدق. اقول له لا التاجر ده تبعك، الزبون ده تبعك. لا مش تبعه. فالحمد لله احنا اشتغلنا على دي كويس يعني. احنا بنسوق كويس، سمعه كويسه، منتج كويس، جوده كويسه الحمد لله. طب يعني بالنسبه للناس اللي ما تعرفش بقى توربيدو، طبعا في جماهيريه كبيره لا شك، بس بالنسبه للناس يعني مثلا تيجي ست بيت مصريه او اي بنت مقبله على الزواج هتسال حضرتك مثلا ايه المميز في شركه توربيدو او في الاجهزه الموجوده عند حضرتك؟ هو ده في حد ذاته ما فيش اي شركه بتاخد المساحه كلها. تمام. ما فيش اي حد بيغطي السوق كله. مستحيل. لان لو في حد بيغطي السوق كله وهو واخد سمعه او عدى المرحله دي من الشركات الكبيره المعروفه في السوق ما حدش تاني هيشتغل جنبيه. لكن كل حاجه لو مختلف الاذواق زي ما بيقولوا كده لبارة السلع. تمام. فكل واحد بيختار الحاجه اللي هو عايزها. ده بيخش في المعرض فيه 50 صنف فكل واحد بيختار الحاجه اللي هو عايزها. فلو ما كده ما خدش حد يشتغل. وانت بتشتغل زي ما قلت لحضرتك في الاول على المنتج الكويس. على الست لما بتاخد بوتاجاز اشتغلت معاه كويس، الشركه ريحتها، تمام، فالجاره او الشارع فكله بيسال انت جبت بوتاجاز نوعه ايه كذا، فده كويس كويس. لو في مشكله بترجع بيردوا. طب هو بيبقى كويس من حيث ايه يعني؟ هو كويس بص في ماركات ثانيه، انت فاهمني ليه ده كويس؟ انت بتحاول تشتغل على خامه كويسه. السوق فيه اكتر يعني من كم. انا داخل معرض مثلا او داخل سنتر اشتري حاجه لقيت توربيدو، ليه بالتحديد توربيدو اللي انا اختاره؟ ليه توربيدو عندك؟ انت بتشتغل على ولا البوتاجاز؟ هل السعر يعني كويس؟ هو السعر عندنا كويس الحمد لله. تمام. ده ما فيش مشكله. الخامه نفسها كويسه، احنا بنشتغل على ستانلس 6/10 و5/10، فده في حد ذاته اغلبيه الشركات اللي في المجال في عندنا اغلبيتها ما بتشتغلش في الحاجات دي. بيجيب ستانلس 4/10، بيجيب الصاج الكروم الكلام ده كله، فده في حد ذاته بيعمل الجهاز بيبقى خفيف جدا، عمر الافتراضي بتاعه قصير. فبيبوظ واعطاله كتير. تمام. هو بيبص للسعر، وده فعلا احنا عندنا مشكله هنا في الشعب المصري، بيبص للسعر ما بيبصش ان انا مثلا ده فيه جوده احسن، فيه تكلفه اعلى، يقدر يعيش معاه مده اطول، غير ان هو تاخد تكلفه قليله. تمام. فكل شويه اعطال، فطبيعي انت مش هتشتغل كشركه. صح. انت بصيت للزبون، لا ما بصيتش للزبون هو عايز ايه، بص للمنتج سعره ايه هو يشتغل عليه. تمام. في المنتج لما يكون سعره مثلا 2000 جنيه 3000 جنيه ماشي، مش كل الناس بتشتري ب 2000 ولا كل الناس بتشتري ب 3، في بياخد ب 8 في بياخد ب 9. لو كل فئه ليها سعرها وليها زبونها وليها اللي هي بتشتغل عليه، بس في حد ذاته الاستمراريه اللي انا ببصلها، مش ببص ان انا هعمل حاجه وتشتغل شهر اتنين يجي لي منها مشكله ترجع لي والتاجر ما يشتغلش، لا انا ببص للاستمراريه، مش انا تعبت عشان اعمل اطلع منتج مش كويس. ما يبقاش استعجال كمان على الموضوع. لا لا ده مش استعجال. طب حضرتك شايف ان بالنسبه للمستهلك المصري في ثقه في المنتجات المصريه؟ هو دي بقت من السلبيات فعلا الشعب المصري. هم بقوا يثقوا في المستورد اكتر. بس في الفتره اللي احنا فيها حاليا المنتج المصري، يعني احنا عندنا في العراق المنتج المصري، ليبيا، السودان، المنتج المصري ده رقم واحد عن المستورد. بنورد قصدك بتمرد للدول دي؟ يعني في الدول العربيه المنتج المصري واخد سمعه كويسه جدا عن المستورد. احنا هنا عندنا المستورد شبه واخد السمعه كويسه. بس احنا في الفتره دي الحمد لله بنغير النظام ده كله. في تقدم في انت بتشتري منتج مصري ليه خدمه بعد البيع، ليه مكانه، ليه شركته، ليه كل حاجه، فده في حد ذاته هو اللي بيطمن العميل اللي يشتري. طب احنا اللي وصلنا ان احنا جوده المنتج المستورد بسعر المحلي دي عند الخامات بره؟ يعني احنا كمصريين الخامات بره حاجه، يعني اجيب المستورد احسن من المصري. هي دي حقيقه، ان انا استورد اجيب مثلا من دوله زي الصين، من زي تركيا اجيبها مصر، الاقي المصري اغلى من المستورد. بالظبط. يعني الصاج في حد ذاته في الفتره الاخيره المصري كان اكتر اغلى من المستورد بكتير. فالمستورد هو اللي شغال. فانا دي الدوله او الحكومه هي مش شغاله على الكلام ده. انا لما اشتغل كدوله المفروض انا هجيب مستورد فيه شحن،
في مصنع هناك بيبيع، في تكلفه، في تكلفه عاليه لتوربيدو. يعني لو تكلفه المستورد زادت الشحن مفيش مشكله. في شحن التوربيدو ولا مفيش؟ لا للدول العربيه لا شغالين عليها، احنا صدرنا السودان بالفعل الحمد لله. هل في تسهيلات يعني من الدوله للموضوع ده ولا في الاستيراد والتصدير؟ احنا هنا لازم بطاقه استيراديه ودي بيبقى فيها تعجيز شويه. تمام. انا ما عنديش بطاقه استيراديه، اللي بيصدر اللي بياخد يصدر، انت عندك بطاقه تقدر تصدر مفيش مشكله، انا اعمل لك المنتج. لكن في حد ذاته ده من الدوله انا عايز اطلع بطاقه استيراديه لها تعجيزات كتير، ليها شروط ولها بتاع، انا مش حاملها دلوقتي يعني مش مجالها. يعني دي العائق الوحيد في البطاقه الاستيراديه فقط ولا في حاجه تانية؟ لا في حاجات تانية. يعني انا عشان اكبر، انا بالفعل اشتريت ارض المصنع عايز ابني. جميل. انا عشان ابني هوقف منتج، فمش هقدر ان انا اوقف تسويق دلوقتي، فهصبر فتره اللي انا اشتغل عليه. طب انا كنت مستني من الدوله مثلا، انا مقدم على تمويل. تمام. ان انا اعمل مشروع كذا كذا تكبر المشروع بتاع حضرتك وميزانيات ودراسه وكل ده. انا مقدمها بقالي اكتر من سنه. يعني لو شاب دلوقتي عاوز يعمل مصنع وعاوز يعمل شركه يعمل ايه؟ تديله نصيحه كشاب بدات، اديله نصيحه. هيتعب طبعا. ولازم يكون عنده طموح ان هو يشتغل عليها. ما يستناش حاجه من حد، لكن هيستنى مش هيعمل حاجه. انا بقول لحضرتك، انا بالنسبه للحكومه عندنا او الدوله عامه، بالنسبه للشباب او لاي مشروع، لا ما فيش حد بيقدم حاجه خالص. فانا عشان اقدم حاجه او ان انا اعتمد على حاجه زي كده، فلازم في تسهيلات. انا قدمت دراسات وقدمت ميزانيات وقدمت كل حاجه، ما فيش حد رد عليا. قدمت كل الاوراق المطلوبه، كل الأوراق في التسهيلات اللي المفروض انها المبادره اللي نزلت 5% و4 قدمت فيها. فلها شروط تعجيزيه. لازم يكون عندك مخازن بكام قد كده، لازم يكون عندك المصنع فيه بقد كده، لازم يكون كده. طب انا لو عندي الحاجات دي هاخدها ليه؟ صحيح. بالظبط. انا لو عندي الامكانيات دي كلها انا هاخدها ليه؟ اعمل باقي مش عايزها. لكن انا محتاج الحاجات دي، وانت شايف ان انت في مصنع شاب ناشئ او في حاجه او في دراسات وفي كشوف حساب يعني كده. افهم من حضرتك المناخ الصناعي في مصر في مشكله. في مشكله طبعا، مع ان في استيراد بره، وفي يعني احنا عندنا مشكله جوده بره بيطلبوا الحاجات المصريه كتير جدا جدا. انا احنا ناجحين في الحاجه دي بالفعل، وفي فرص. يعني بقول لك انت انتهز الفرصه، في فرص دلوقتي ان انت مصر تعدي المرحله دي بكتير عن اي دوله احنا بنستورد منها. يعني انت عندك اغلبيه في دول عربيه شبه واقعه اعتمادها على الدول العربيه، مصر. انا لو اشتغلت على دي كدوله، الرئيس بيسعى على حاجه زي دي من زمان. يعني هو في حاجات كتيره اتعملت، مشاريع اتفتحت وحاجات، في 4000 مشروع شركه مفتوحه، في حاجات كتيره فعلا اتعملت. بس اللي انا شايفه كفي الصناعه، لا في الصناعه واقعه في الفتره اللي احنا فيها بالفعل، وفي قله فرص عمل وحاجات كتير. انا كنت لسه والله اسال حضرتك ان في فرص عمل بالنسبه كمان لتطور التكنولوجيا اللي احنا فيه. هو في الظروف اللي حصلت الكورونا والحاجات دي هي اللي عجزت شويه على السوق المصري. وبالفعل يعني موضوع الحظر والكلام ده اللي اتعمل في الفتره الاخيره ما كانش ليه لازمه خالص ان هو يحصل. طب يعني هي كورونا عجزت مع حضرتك بوجه يعني؟ انا فتره كورونا نفسها كانت فتره ما فيش مشكله، لان هي كانت على الكل. فترة كورونا خلاص التزام ومفيش مشكلة الحمد لله، ما مشيناش حد والدنيا شغالة. على خفينا خط الانتاج شوية، بس الدنيا شغالة مفيش مشكلة. الرواتب زي ما هي. الحاجات اللي حصلت بعد كده، ان انت مثلا تعمل حظر الساعة 6 في ايام عادية، ما ده انت كده تعجيز. لما يجي في رمضان اعمل حظر الساعة 9 المحلات تقفل، فده برضه تعجيز. فده بحد ذاته هو ده عمل ضروب جامد جدا. انا ايه الساعتين الناس بتفطر خلاص بتقفل، مفيش حد بيشتغل. فده في حد ذاته عمل مشكله. صحيح. فحاجات كتيره هي بتحصل غير طبيعيه، فبتبوظ الصناعه وبتعطل الدنيا كلها. في ابسط الامور، لما انت مثلا حضرتك عندك مصنع هتقفل الساعه 6 المحلات، هتشتغل كام ساعه؟ مش هتعرف تشتغل، هتضطر ان انت تصفي عمال. فكده انت قللت فرص العمل، بدل ما انا افتح فرص عمل للناس وانا راجل عنده طموح، بدل ما اعمل هدف بعد سنتين لا بقى مش عارف هو هيجي ولا لا. انت فاهمني؟ انا في حاجه يعني بقطع كلامك مفرحاني جدا. ايه؟ ان شركه توربيدو عامله اجهزه مبادره مسابقه مجاني
لليتامى والارامل والمقبلين على الزواج وانتوا عرفتوا الحاجات دي. فانا انا يعني فريق الاعداد معانا مشكورا بصراحه، صور لقطه كده فهنحاول ان احنا نشوفها. انت عرفتوا منين كده؟ مبادره ومبادره جميله حقيقي. انا عارف حضرتك عليها يعني ما بترضاش ان انت تقول كده قدام الكاميرا، بس يعني تعالوا بينا نشوف هي معانا كده على الهواء. ده المفروض انها بوتاجاز توربيدو. ايوه. طالع من معرض هديه. وحضرتك بقى تشرحينا ايه اللي بيحصل. لا احد اللي هو يعني هو يعني مش مدرك الموضوع. ممكن تشرح لنا واحنا بنشوف الفيديو؟ هو ده لازم طبعا، الحاجات دي اساسيه باي مشروع، مش هينجح الا في ان انت بتطلع الزكاه اول حاجه. تمام. مقدرتك تطلع اكتر من كده دي في حد ذاته حاجه كويسه. اكيد طبعا. فدي المبادرات. لا بسم الله ما شاء الله يعني العدد كبير. فالمبادرات والحاجات دي لا احنا ما بنتاخرش عنها الحمد لله يعني. الحمد لله. بس ما بحبش نظهرها بصراحه. مش عارف يعني اللي بيعمل حاجه ما بنقولش. لا مش حاجات ما بنقولش، لازم نظهر حاجه زي دي عشان الناس تعرف ايه الاجابات بتاعتنا. انا دايما يعني حتى اللي ما قدمش على مسابقه زي دي يضطر ان هو يقدم. انا دايما مثلاً. انا دايما الجمعيات او انت بتعرض عليا كتير الجمعيات الخيريه والكلام ده. والله استاذ بسام انا بتمنى كل رجال الاعمال تشارك يعني حضرتك في حاجه زي دي فعلا. فاحنا في حد انا في الجمعيات الخيريه بصراحه كتير هات المنتجات وهتطلع وهتصور والكلام ده ما برضاش. تمام. انا بطلع، انا عارف فلان ده محتاج، انا ببعته دايركت. صح. مش مستني وسيط ان انا يروح، لا انا عارف انا بعمل ايه. صحيح. بس احنا كان غرضنا المره ده ان الناس التانية اللي ما تعرفش مبادره زي دي تشارك، لان في ناس تانية ما يعني لا هو المبادره دي شارك فيها ناس كتير فعلا من احد الاصدقاء برضو. تمام. ربنا يزيده يعني ان شاء الله. فمطلع برضو حاجات كتير فالحمد لله يعني عملت سمعه كويسه وشغل عالي جدا. طب حضرتك دلوقتي لو هنتكلم على الصناعه عامه، شايف ايه اللي ناقص الصناعه في مصر عشان نبقى متقدمين؟ انا اللي انا شايفه انا كبسام تمام ان الياس في حد ذاته ده دمار. انا ما ينفعش يحصل دروب او يحصل حاجه او ان انا ما خدتش حاجه، قدمت على حاجه ما جاتش، لا انا كده خلاص الدنيا باظت. لا انا دايما اعتمد على نفسي، انا اعتمد على الحاجه اللي في ايدك انت او الحاجه اللي انت تقدر توصل لها تعمل عليها. انت النهارده حضرتك اشتغلت عملت خط انتاج، بدات توزع شويه، بقى عندك مثلا 30 واحد، بقى عندك 50، بقى عندك 100، فده في حد ذاته نجاح. فانا مش هينفع ان انا اتراجع في الخطوه دي مهما كان الظروف اللي حصلت. لا لازم مكمل على قد ما تقدر، ولازم يكون عندك طموح ان انت توصل اللي انت عايزه تاني. فالحمد لله ده في حد ذاته نجاح جدا. فلازم اللي انت تكون عندك ان انت الطموح والهدف اللي انت هتوصل له. انا بقول لحضرتك انا ان شاء الله حاطط هدف 5 سنين يكون توربيدو ده حاجه تانية. بس انا ان شاء الله في اقل من كده. انا خلينا استغل الفرصه ان شاء الله في اقل من كده. خلينا استغل الفرحه اللي كانت موجوده دلوقتي على الشاشه وبدعوك يا استاذ بسام ان انت حضرتك تكون معانا في مبادره رجال اعمال مصر. ان احنا بنساعد الشباب وفي خدمه الشباب وفي خدمه الوطن في خدمه مصر. فمبادره رجال اعمال مصر حضرتك هتكون مشارك معانا فيها، يكون اول رجل اعمال يشارك في المبادره. انا بالنسبه اي حاجه خيريه او اي حاجه مبادرات احنا نتمنى يعني ايا كان الرد بتاع حضرتك احنا نتمنى. انا دي ما فيش عندي مشكله خالص يعني، الحاجات دي الحمد لله موجوده وهي دي اللي منجحانا وهي دي اللي بتوصلنا. لا احنا دلوقتي موجودين ان احنا نستغل الفرصه من خلال برنامج بيقول حضرتك معانا دلوقتي. ما فيش مشكله. لا معاك طبعا. معانا طبعا. طبعا كده معانا رجل اعمال في مبادره رجال اعمال مصر الاستاذ بسام محمد عبد العزيز صاحب العلامه التجاريه شركه توربيدو. بدعو كل رجال الاعمال وكل النواب وكل الناس الساده الموجودين في الدوله ان حضراتكم تشاركوا في مبادره رجال اعمال مصر لمساعده الشباب وكل حد موجود في مصر من اجل مصر ان تكون افضل ان شاء الله. انا مبسوط اللي حضرتك يعني والله. لا مبسوط بيكم جدا. الله ربنا يوفقكم ان شاء الله كده، وان شاء الله ما الدنيا هتبقى احسن. تمام. وان شاء الله يعني ما فيش حاجه، الحاجات اللي بتحصل فيها رؤيه كويسه جدا. تمام. لاطفالنا احنا كده كده بنعمل لاولادنا للشباب الصغيرين للدنيا دي، لما يشوف حد ان انت في مكان بقيت حاجه وهو نفسه عايز يبقى زيك اكيد هيحصل كده.
يعني لو كل شاب بيبص انا بوصل للاحسن. تمام. دايما تبص للاحسن. اه هي لازم يكون عندك غيره ونفسنه او احنا عشان نبص للاحسن لازم الاحسن. انا ما بحكيتش عليه بس انا عايز ابقى زيه مفيش مشكله. لا هو لازم التنافس في سوق العمل بالزبط. ده بيقدم اكيد ده لازم التنافس ده. انا ما بقولش انا طول عمري في شركات او يقول لك انا عايز اكل السوق مثلا. هو بلغه السوق انا عايز ابقى انا اللي شغال. فما فيش انت مش هتاخد رزق حد. طيب سؤال لحضرتك يعني ليه اخترت المجال ده بالذات او يعني تفتح مصنع في حاجه زي كده؟ قبل السؤال ده يا استاذ جهاد يعني عايز استغل الفرصه دي بالتحديد يعني عاوز حضرتك يا استاذ بسام تدعو كل رجال الاعمال للمشاركه في مبادره رجال اعمال مصر. هو ده اللي عايز يعمل خير مع حضرتك اللي عايز يعمل خير او عايز يعمل مبادره اكيد هي مش هيتاخر يعني. وفعلا في شركات كتيره بتعمل مبادرات وبتاع بس هو ما بيعلنش. لا بس مبادره زي دي بس مبادره زي دي قويه او الكلام ده ان شاء خصوصاً الله خصوصا في الوقت الحالي اللي بيمر بيه يعني مر بيه البلد كل الدول ان شاء الله كل ما بيتاخرش على المساعده ان هو يساعد كلنا مصريين وكلنا بنحب بعض فلازم نقف جنب بعض ولازم كل يبقى في عمل خيري. تمام. والمبادره دي ان شاء الله هتبقى مبادره جميله جدا. هي مش مجرد مبادره او مجرد يعني لا 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 احنا بنفرح الناس عاوزين نفرح الناس ونفرح حد لو محتاج مش قادر بالظبط ده حقيقه بالظبط فده في حد ذاته حاجه كويسه يعني حاجه كويسه جدا اكيد طبعا فان شاء الله خير يعني. هقول لنا بقى ليه اخترت تفتح مصنع في حاجه زي كده بالذات. هو انا اخترت المجال لان انا لما اتخرجت بالجيش اشتغلت في المجال. خلاص انا حبيت المجال اشتغلت حبيت الشغل وحبيت ان انا ليا علاقات وليا الروح الجميله لما انت تكون مسافر هنا وتعرف على هنا وتسافر هنا فده في حد ذاته وليك اصدقاء هنا وليك اصدقاء فخلاص ما ينفعش ان انا اخرج من المجال. تمام. ما ينفعش ان انا ابقى فاهم في مشروع واروح افتح مشروع تاني. تمام. هاخد وقت وهفشل فيه او مش عارف في الدنيا فين. لكن انا عرفت المجال ده اشتغلت فيه تجاره عملت فيه معارض وبتاع وبعد كده اشتغلت اتفرغت للصناعه. كان في خبره مسبقه يعني. اكيد لازم يبقى في خبره ولازم لازم تشتغل لو حتى بديت من عامل في مجال انت شغال فيه تبدا من عامل لمشرف لمدير مكان بعد كده ممكن تتفرغ تفتح مشروع لحساب تفتح مشروع ليك انت لما انت خلاص فاهم الدنيا ماشيه ازاي وده اللي بيحصل حاليا. تمام. هو مفيش حد بيروح يفتح مشروع مره واحده كده. او يروح يفتح مشروع في مجال هو اصلا مش فاهم فيه ده بالزبط. دي من الاسباب اصلا الفشل يعني. طبعا ما هقول لك الاعتماد على النفس. نطلع نشوف تقرير بتاع شركه توربيدو ونرجع لكم تاني مع بعد الفاصل مع رجال اعمال مصر. انتظرونا. ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل ومعانا طبعا الاستاذ بسام عبد العزيز بنرحب بحضرتك مره تانية. الحمد لله. انا شايفه ان حضرتك مش شغال بس في منتج معين شغال في اكتر من حاجه. بص حضرتك في التصنيع لازم التشكيل كله يبقى موجود عشان اصل لمرحله لشركه كبيره لا مش ما ينفعش يكون عندي بوتاجاز بس لا انا دلوقتي عندي بوتاجاز بجميع احجامه عندي الاربع شعله خمسه شعله وفي حلو جدا في مقاسات ثانيه الاكبر الحمد لله شغالين عليها. تمام. اشتغلت على الدف ليزر الافقي بمقاساته من 170 ل 480 لاربع يعني كده البوتاجاز بكل احجامه الجامبو التربو النيو والحاجات دي صح كده؟ اه وديب في ليزر كمان الديب في ليزر برضه بنفس كل مقاساته والسخان الكهرباء. في الفتره اللي احنا كنا شغالين فيها دي فعلا كنا خلاص المروحه اشتغلنا عليها. تمام. طلعنا عينات بس بسبب الضربات اللي حصلت في الخامات في زياده الاسعار والكلام ده. تمام. فده في حد ذاتها برضه تعجيز جامد. ان احنا او براس المال اللي انت شغال بيه. تمام. بقى مش الهدف اللي انت تطور حاجه تانية لا تفضل شغال الفتره لحد ما الاسعار تتحسن او تثبت زي ما هي يعني كده. هل في مجال ان احنا نوصل بالجوده العالميه بنفس سعر الجوده المحليه بنفس سعر المحلي؟ ده اكيد. اه صح كده. فعلا خلينا متفقين على الموضوع ده ازاي بقى. ده اللي الدوله شغاله عليه حاليا. تمام. يعني اللي انا شايفه سياده الرئيس او الحكومه او الدوله شغاله. تمام. ان احنا بيعملوا كل حاجه هتبقى مصري. انت ما تستوردش حاجه فعلا. حتى لو في حاجه هتستورد من بره. معنى كلام حضرتك ان في خبره مؤهله للعمل في مصر في طبيعه فنيه اصلا شغاله دلوقتي في رؤيه كويسه وفي مساحه اراضي نازله للمصانع كتيره. تمام. ربنا تمام. يكرمنا ان كل وده كلام فعلا حقيقي شغال دلوقتي ناخد منها مصنع ولا حاجه. ان شاء الله ان شاء الله. فلا ده شغال بالفعل. انا هسمع معاك في الموضوع ده ان شاء الله يا استاذ بسام. ده بالفعل شغال. تمام. الحكومه عاملاه وفي لسه اراضي نازله برضه في المنطقه الصناعيه جديده للشباب والحاجات دي ان انت تاخد ارض مصنع وتشتغل عليها مفيش مشكله. هي بس زياده الضربات اللي حصل الايام دي. تمام. في ارتفاع الخامات. ارتفاع الخامات في الفتره
من شهر 3 لشهر النهارده. امال اللي بيقولوا يعني بيقول لك دايما دايما تلاقي حد صديق او حد في الشارع، حد في الاتوبيس، حد في الشوارع المصريه دايما يقول لك بص، يعني هو بيقول لك بيقول لك الصناعه في مصر فاشله، الصناعه في مصر واقعه، الصناعه في مصر من الامثال بقى بتاعه المصريين. لا انا ما بقولش الصناعه. ردك ايه على الجمله دي او المقوله دي؟ الصناعه في مصر فاشله. احنا ما بنفكرش نطور من نفسنا ازاي. انا بزعل من حته ان مثلا يقول لك ده بره احسن من هنا. تمام. لا ما ينفعش. او مثلا يقول لك ايه ده، انت شايف ده الماني. انت فين عشان تعمل حاجه دي؟ احنا كنا في فتره احسن من كل ده. بالفعل الكلام ده انا نفسي بتضايق منه. ما ينفعش ان انا اقول ده احسن مني. طب انت فين؟ ايوه ما ينفعش احنا كمصريين ان احنا نشيد بمنتجات تانية او احنا ونسيب منتجاتنا المصريه. لازم نشجع حاجات. هو فعلا استاذ شكري بيقول لك هو كلام كتير، اللي قاعدين في الاتوبيس، قاعدين في البتاع، بيقول لك طب انت ما تعمل، ما تتحرك، قاعد ليه؟ انت ما تتحرك وفكر واكيد ربنا هيكرمك. اشتغل وانتج. تمام. ولو انت اشتغلت على كده ربنا هيكرمك. ليه نقول ده منتج احسن وده مش منتج مش كويس، مع ان احنا في المصري لا احنا عندنا حاجه كويسه وبنشتغل عليها حاجه كويسه. بس احنا نفسنا لما يكون عند البني ادم عنده نقص فبيفكر التاني احسن منه. لازم يكون عندك ثقه بنفسك ومنتجك وبلدك. اكيد طبعا لو انت سايبت في حاجه في بلدك قدام منتج من بره يبقى انت كده متسايب في دوله كامله. تمام. ما ينفعش ان انا اشكر في منتج، ولا انا بزعل جدا لما يكون كاتب تكنولوجيا ايطالي هو المنتج مصري اصلا. تمام. هو مفيش حاجه منه من ايطاليا. انا ليه اكتب تكنولوجيا ايطالي ولا اكتب تكنولوجيا الماني ليه؟ عشان يبيع، عشان رغم ان جميع الدول خارج مصر دايما بيفتخروا بالصناعه المصريه. ما طبيعي. لازم انا اشتغل على كده. انا ليه اكتب حاجه زي كده اصلا هو طالع من مصر؟ تمام. لا انا نفسي بكتب صناعه مصريه. تمام. هو 80% الخامات اللي موجوده مصريه و20% مستورد. بس في حد ذاته انا الحاجه دي اتعملت فين؟ اتعملت عندنا. ليه انا اشير او ارفع في شان دول ثانيه في حاجه انا المعموله عندنا؟ فده في حد ذاته ده بيزعلني. رغم ان هم لو اشتغلوا في مصر يعني زي ما بيشتغلوا بره كان بس الناس التانية فعلا بالظبط. عندنا منتجات كويسه واسعار كويسه، ليه ان احنا نتجه احنا في مصر التانية. المفروض انا بسوق منتج المصري او الحاجه المصريه اللي انا بسوق عليها، ما اخش في معرض اقول له ده منتج ايطالي ده منتج. لا المشكله ان في ناس بتقول منتج مصري تدور على الحاجه المصريه. واحنا حاجه لازم يكون عندنا عزه نفس. لما اقول منتج مصري يبقى فعلا انا كده حاجتي واثق منها، واثق من بلدي، الحاجه مطلع حاجه صح. ما اقولش حاجه هي اصلا مصنوعه في مصر واقول عليها ايطالي. تمام. واقول عليها عشان ابيعها او عشان ازود السعر على الزبون. لا. انا في حد ذاته انا نفسي انا بزعل من الكلام ده. وعمر انا ما كتبت على كرتونه ولا على منتج تكنولوجيا ايطالي ولا الماني ولا هو مصري. احنا توربيدو مصري. ف خامه سعر وانا اتمنى خدمه ما بعد البيع. اتمنى اللي انا هوصل له بامر الله. انا عايز اعمل مصنع متكامل صناعه مصريه في جميع الخامات. انا بحلم بكده. ان شاء الله ربنا يوفقني. ممكن ما تجيش بتاع، بس انا عندي طموح لكده. تمام. فما ينفعش ان انت تكون في بلد ليها عزه نفس وكرامه وبلد مش قليله واقعد اشكر في منتجات دول تانية. فده في حد ذاته بيزعل جدا. نسبه الاعطال في شركه توربيدو بتوزع مستوى محافظات مصر جميعا. ما فيش اعطال. تمام. احنا ربنا خلقنا. هل نسب الاعطال بسيطه ولا بيطلع يعني سوق اشرح لك توصيل برضه دي عقوبات احنا بنقابلها في عجاله كده عشان يعني انا مبسوط من الحلقه دي بس يعني وقت الحلقه يعني احنا ربنا خلقنا بالادمين. اتفضل. تمام. ممكن تتعب. تمام. بس ربنا خلق ليك الدواء ودكتور يعالجك وكلام ده. نفس الاجهزه. انا بني ادم صنعت حاجه طبيعي لازم يبقى فيها تمام اعطال وفيها نسبه وتناسب. بس مش اعطال كتيره او اعطال ان هي ما بقولش ما فيش اعطال، لا في اعطال بس النسبه انا عندي لا تتحدى ما تجهزش ربع في المية. في اعطال بالنسبه للصيانه. الصيانه لا 24 ساعه. تمام. يعني انا اتصل النهارده شاري بوتجاز شاري الفليزر شاري سخان أنا قالوا الصيانه في خلال 24 ساعه. لحد الان مع ان ده عامل لي ممكن حد يشتري منتج بيتصل عليا انا كاتب رقم على الضمان عشان اخدم على الشغل، عشان خدمه ما بعد البيع، العميل اعرف ارد عليه كويس، اعرف ان هو يثق في المنتج وكده. انا يعني مبسوط ان حضرتك. تمام. انا مبسوط ان حضرتك نورتنا وشرفتنا. انا بشكركم جدا ان شاء الله. وقت الحلقه انتهى والمفروض ان كان في ضيف عزيز يعني موجود بس للاسف الرجل الطيب الرجل الخير صاحب شركه شارع عبد العزيز الحاج احمد حسن عزاز. تمام. فبعتذر لكل السادة المشاهدين.
تمام. وحابين نقول ان من 6 سنين نفس الشخص اللي كان بيقول ان احنا بلد مستهلك، دلوقتي يعني الرؤيه اتغيرت خالص وبقى في تغيير واضح ومشرق بقياس بمقياس عالمي. الحمد لله احنا اصبحنا بلد منتج مش بس بلد مستهلك. تمام. وبوجود النموذج المشرف طبعا الاستاذ بسام ونماذج اخرى من شباب الوطن معانا، وعايزين نقول ان احنا لازم نفتخر بمصر ونفتخر بمنتجاتنا المصريه، وان احنا زي ما استاذ بسام قال والاستاذ شكري، مش كل حاجه ان احنا نقول المنتج الفلاني او نتكلم عن منتجات من بره، لا لازم نفتخر بنفسنا ونفتخر بصناعاتنا. عندنا جوده، عندنا رجاله بتصنع بجد، عندنا نماذج مشرفه وقياده عامله. ادعي بقى للبرنامج للمبادره. عايزين يعني اهم مبادره في مصر، يعني اهم مبادره هتتعمل زي ما احنا دعينا دلوقتي كل رجال اعمال هم يشاركوا وشارك في المبادره دي، وطبعا الاستاذ بسام معانا. تمام. ولازم كل رجل اعمال يعني يا ريت تكونوا معانا في المبادره ديت، مبادره جميله ومش هتنقص يعني اي حد صاحب شركه او صاحب مصنع، مش هتنقص من حضرتك حاجه، بالعكس دي حاجه بتفرح الناس وحاجه اصلا في تاريخ صاحب اللي هيقدم معانا في المبادره ديت، ودي حاجه بتفرح الناس. احنا يعني انها حلقتنا على كده ولا ايه؟ انا يعني للاسف وقت الحلقه انتهى، وكنت مبسوط ان حضرتك كنت معانا. بصراحه مبسوط معاكم جدا يعني. وان شاء الله نقابلكم على خير. وبشكر جدا الاعلامي احمد المغربل على يعني اللي هو سبب ان انا موجود هنا النهارده. وبنشكر كل طبعا فريق الاعداد وكل الناس اللي معانا في الاستوديو. ينتظرونا في حلقه قادمه باذن الله مع برنامج بيقول لك. الى اللقاء.